مرحبا طالباتي العزيزات، طالبات الصف الأول المتوسط. رح ناخذ وياكم اليوم درس جديد من دروس مادة الرياضيات. درسنا اليوم يتحدث عن المظلات التكرارية. نتعرف على تعريف المظلة التكراري. هو أحد الطرائق المستعملة في استخلاص معلومات جديدة حول البيانات الأصلية، وهو عبارة عن خطوط مستقيمة تصل بين النقاط التي إحداثياتها مراكز الفئات والتكرارات. نتعرف على مفهوم مركز الفئة. هو مجموع الحدين الأدنى والأعلى للفئة مقسوماً على 2. إذن هو مجموع الحدين، الحد الأعلى زائد الحد الأدنى مقسوم على 2. نوصل نهايتي المظلة عادةً بالمحور السيني، إذ نصل بدايته بمركز فئة افتراضية واقعة إلى يسار الفئة الأولى، ويكون تكرارها صفراً. أما نهاية المظلة التكراري فتوصل المحور السيني بمركز فئة افتراضية واقعة إلى يمين الفئة الأخيرة ويكون تكرارها صفرا. هذا الحكي اللي قريناه هسه رح نجي نطبقه بالمثال. عندنا مثال الأول تعلم: تمثل البيانات في الجدول التكراري أرباح لأحد المتاجر الصغيرة لأقرب 1000 دينار خلال 30 يوما. عندكم فئة الأرباح من 6 إلى 10 متكررة 5 مرات، من 11 إلى 15 التكرار مالتها 11، من 16 إلى 20 التكرار 8، وأخيرا من 21 إلى 25 التكرار 6. كيف أساعد البائع في استخلاص معلومات جديدة من الجدول أعلاه عن البيانات الأصلية؟ نجي ناخذ الحل مالته. نسوي جدول مثل ما موجود أمامكم بالشاشة. الجدول يتضمن أول شيء الفئات اللي هي يتكون من التكرار، الفئات، مركز الفئة والنقاط. التكرار هو معطيكم اياه هياته 5 11 8 6. فئة الأرباح هي 6، من 6 إلى 10، من 11 إلى 15، من 16 إلى 20، ومن 21 إلى 25. زين، نجي نطلع مركز الفئة. احنا قلنا بالتعريف مركز الفئة هو الحد الأدنى زائد الحد الأعلى للفئة مقسوم على 2، يعني 6 زائد 10 على 2. فستة زائد 10 16، على 2 8. زين، مركز الفئة الثانية 11 زائد 15 على 2، يعني 26 على 2 13. الفئة الثالثة 16 زائد 20 على 2، يعني 36 على 2 يطلع 18. وأخيرا مركز الفئة الرابعة 21 زائد 25 على 2 يطلع 46 على 2، والناتج 23. رح أجي أعين هاي النقاط. هاي النقاط شو نطلعها؟ عندنا 8 هو مركز الفئة اللي طلعناه، و5 هو التكرار. إذا كل نقطة من النقاط مسقطها الأول، يعني الحد الأول مالتها هو مركز الفئة، بينما الحد الثاني اللي هو قيمة Y هو التكرار. فالنقطة الأولى صارت 8 5، النقطة الثانية مركز الفئة هو 13، التكرار 11، فالنقطة صارت 13 11. النقطة الثالثة 18 هو مركز الفئة، و8 هو التكرار، فصار 18 8. أخيرا النقطة الرابعة اللي هي 23 هو مركز الفئات، و6 هو التكرار، فصارت النقطة 23 6. هاي بالنسبة للجدول. نيجي على الخطوة الثانية. رح أرجي أرسم محورين متعامدين مثل ما رسمت أمامكم، مثل ما موجود أمامكم بالشاشة. هاي المحورين العموديين. هاي المحورين يمثلان محور X محور Y، احنا يعني نعرفه سابقا. رح أحدد هاي النقاط اللي طلعت لي على هاي المحورين. الخطوة الثالثة رح أجي أوصل بين هاي النقاط من النقطة 0، تمام، مثل ما تشوفون أمامكم، إلى المحور السيني. شو نلاحظ؟ نلاحظ من خلال هذا المظلة التكراري أن الأرباح تزداد إلى أن تصل 15 في الأيام الأولى، ثم تبدأ بالتناقص مع زيادة عدد الأيام. نأخذ مثال آخر، هو المثال الثاني. مثل البيانات بالمظلة التكراري، وصف التغيرات التي تحدث لهذه البيانات. أول شيء رح نجي طبعا البيانات اللي بعطيكم إياها الفئات والتكرار. الفئات من 15 إلى 19 تكرارها 2، من 20 إلى 24 تكرارها 4، من 25 إلى 29 تكرارها 8، وأخيرا من 30 إلى 34 تكرارها 6. رح أجي أسوي جدول مثل ما موضح أمامكم بالشاشة. الجدول الثاني اللي هو هذا الجدول الكبير، من ايش يتكون؟ التكرار، الفئات، مركز الفئات، واخر شيء هو النقاط. التكرارات مالتي انزلها مثل ما هي، وقدامها اخلي الفئات مالتها. اجي اطلع مركز الفئه لكل
فئة من هذه الفئات. عندنا مركز الفئة الأولى قدنا الحد الأدنى زائد الحد الأعلى تقسيم 2، يعني 15 زائد 19 على 2 راح يطلع 34 على 2 والناتج 17. مركز الفئة الثانية 20 زائد 24 على 2 يساوي 44 على 2 والناتج راح يطلع 20. مركز الفئة الثالثة 25 زائد 29 على 2 يساوي 54 على 2 ويساوي 27. هذا هو مركز الفئة الثالثة. بينما الفئة الرابعة عندكم 30 زائد 34 على 2 الناتج 64 على 2 ويطلع الناتج الأخير هو 32. هسه أجي أكتب النقاط اللي حصلت عليها. مثل ما قلنا أي نقطة تتكون منين؟ من مركز الفئة والتكرار. فأول شيء مركز الفئة اللي هو قيم X والتكرار هو قيم Y. يعني قيمة مركز الفئة الأولى هي 17 هي تمثل X وY هي 2 فصارت عندكم النقطة 17 2. نجي على الفئة الثانية مركز الفئة مالتها 22 التكرار هو 4 فالنقطة صارت 22 4. مركز الفئة الثالثة طلعناها 27 والتكرار 8 فالنقطة صارت 27 8. أما بالنسبة لمركز الفئة الأخيرة هو 32 والتكرارها 6 فالنقطة صارت 32 6. رح أجي أرسم هاي النقاط أمثلها على المستوى الإحداثي مثل ما وضح أمامكم. سوينا مستوى إحداثي يتكون من محور X ومحور Y، عيننا هاي النقاط ونوصل بين هاي النقاط. نلاحظ أن المضلع التكراري البيانات تزداد حتى تصل إلى 25 ثم تبدأ بالتناقص. تزداد هاي البيانات من توصل إلى 25 وراها تنزل وتبدأ بالتناقص. رح نجي سوية نحل بعض من تمارين تأكد من فهمك. طالبات رح نجي أنا وياكم نحل بعض من تمارين تأكد من فهمك. التمرين الأول مثل البيانات في جدول التكرار التالي بمضلع تكراري ثم صف التغيرات التي تحدث لهذه البيانات. منطقكم هذا الجدول. الفئة من 5 إلى 9 تكرارها 6 مرات، الفئة من 10 إلى 14 تكرار 8، 15 إلى 19 تكرار 11، والفئة من 20 إلى 24 تكرارها 7. يريد أمثل هذه البيانات بمضلع تكراري. أنا لازم أول شيء أسوي هذا الجدول اللي هو أمامكم. أول خطوة رح أجي أسوي هذا الجدول. التكرارات أنزلها التكرارات مالتي 6 8 11 و 7. الفئات، الفئة اللي تكرارها 6 هي منين؟ من 5 إلى 9. الفئة اللي تكرارها 8 هي من 10 إلى 14. الفئة اللي تكرارها 11 هي من 15 إلى 19. وأخيرا الفئة اللي تكرارها 7 هي من 20 إلى 24. أجي أطلع مركز الفئة لكل من هذه الفئات. إحنا قلنا مركز الفئة الواحدة شلون أطلعه؟ الحد الأدنى للفئة زائد الحد الأعلى للفئة مقسوم على 2، يعني 5 زائد 9 على 2 رح يطلع 14 على 2 والناتج 7. شلون أطلع النقطة اللي هي عبارة عن X Y؟ النقطة هو التكرار ومركز الفئة. أول شيء مركز الفئة يمثل قيمة X يعني هنا 7 وتكرارها كم مرة متكررة؟ 6 مرات. هاي طلعنا النقطة الأولى. أجي أشتغل على مركز الفئة الثانية. مركز الفئة الثانية قلنا الحد الأدنى زائد الحد الأعلى على 2، يعني 10 زائد 14 على 2. 10 زائد 14 24 على 2 الناتج يطلع 12. إذن النقطة اشتارت قلنا مركز الفئة والتكرار، فالنقطة راح تصير 12 8. أجي على النقطة الثالثة. مركز الفئة راح يكون 15 زائد 19 على 2. 15 زائد 19 34 على 2 والناتج 34 على 2 راح يطلع 17. إذن النقطة راح تكون 17 وعندنا هنايا 11. نجي على مركز الفئة الأخيرة 20 زائد
24 على 2. 44 على 2 والناتج 22. يعني النقطة راح تصير 22 ويا من ويا 7. راح أجي أمثل هذه النقاط بالمستوى الإحداثي وأشوف المضلع التكراري اللي ناتج عندنا. أرسم المحورين الإحداثيين، محور X ومحور Y. احنا عندنا الفئات وعندنا التكرارات. هنا راح اخلي مركز الفئة مالتنا هاي النواتج اللي هي قيم X، فعندنا 7 12 17 22. فاني اقدر اختار مثلا مسافات 5 5، انتو على راحتكم. فهنا 5 10 15 20 25 30. يعني بدل ما اسوي من 1 ابدي 5 5، ماكو مشكلة. بالنسبة ها طبعا هنا مركز الفئة، هذا هو على محور اكس. هنا عندنا التكرار، هنا هم انتو على راحتكم تبدون يعني منين ما تحبون. فاني راح ابدي من 2 2 2 4 6 8 10 12. راح اجي اعين انا وياكم هاي النقاط. النقطة الاولى هي 7 6، اذا هي 7 من اكس تقريبا، هنا هاي 7 من اكس و6 من واي، هاي 6 من واي، فراح تكون النقطة هنا، هاي هي 7 6. زين 12 8 12 راح تكون تقريبا هنا، و8 هنا، فوين راح يكون نقطة التقائهم؟ هاي هنا. عندنا 17 11 17 راح تكون هنا، والدعش هاي، فنقطة التقائهم راح تكون هنا. آخر شيء 22 7 22 هنا، والسبعة هاي، فيعني راح يكون عندنا هاي 22 7. أجي أوصل بين هاي النقاط، فراح تكون بهاي الشكل توصل مالته. إذن هذا هو المضلع التكراري. لما أجي أريد أوصف هاي البيانات، إنه هاي البيانات تبدأ بالارتفاع وتصل عند النقطة 11 ثم تبدأ بالانخفاض. إذن لما أريد أجي أكتب الوصف، نلاحظ من المضلع التكراري أن البيانات تزداد. قلنا وين تزداد؟ حتى تصل إلى الرقم 11، حتى تصل إلى 11، ومن ثم تبدأ بالنقصان. إذن سوينا جدول، رسمنا المضلع التكراري، ووصفنا هذه البيانات. ناخذ تمرين آخر من تمارين تأكد من فهمك، اللي هو تمرين الرياضة. يبين الجدول التالي نتائج 18 رياضيا في لعبة القفز العالي. عندكم هذا الجدول أمامكم، القفز العالي والعلامات اللي هي التكرارات. عندنا الفئة من 11 إلى 20 متكررة 3 مرات، من 21 إلى 30 متكررة 4 مرات، من 31 إلى 40 7 مرات، وعندنا 41 إلى 50 متكررة 4 مرات. يريد مثل هذه البيانات بمضلع تكراري، وصف التغيرات التي تحدث لهذه البيانات. عندنا التكرارات رح أجي أكتبها أمامكم. أول تكرار هو 3، الثاني هو 4 7، وآخر واحد هو 4. رح أجي أكتب الفئات. التكرارات 3، عندنا الفئات 2 من 11 إلى 20. التكرار 4 من 21 إلى 30. 7 عندنا من 31 إلى 40، وعندنا 4 من 41 إلى 50. رح أجي أطلع مركز الفئة لكل من هذه الفئات. مركز الفئة الأولى، الفئة الأولى زائد الفئة الثانية على 2، يعني 11 زائد 20 على 2، الناتج رح يطلع 31 على 2، اللي هو
15.5. النقطة اللي راح أكونها اللي هي عبارة عن X و Y، مركز الفئة هو ال X والتكرار هو ال Y، إذن النقطة راح تكون 15.5 ويا من ويا 3. نجي على الفئة الثانية اللي هي 21 زائد 30، أطلع المركز 21 زائد 30 على 2، الناتج راح يطلع 51 على 2 ويطلع 25.5. إذن النقطة الثانية راح تكون 25.5 يعني ويا من ويا 4. نجي على مركز الفئة الثالثة 31 زائد 40 على 2، يعني 71 على 2، والناتج 35.5. إذن النقطة صارت 35.5 وعدنا منه 7. النقطة الأخيرة مركز الفئة الأخيرة 41 زائد 50 على 2، رح يساوي لنا 91 على 2 والناتج 45.5. إذن النقطة صارت 45.5 ويا من ويا 4. يعني هسه طلعنا النقاط، أجي أرسم هاي النقاط بالمضلع التكراري. نتكون عندنا مضلع تكراري، أول شيء أرسم المحاور، محور X ومحور Y، هو هذا مركز الفئة وهنا عندنا التكرار. أجي أخذ المسافات، أنتوا أحرار قد ما تحبون تأخذوها، أنا راح أبدي من 10، راح أخلي مسافة 10 10 بين كل فئة، يعني هنا عندنا 10 20 30 40 50 60. بالنسبة للتكرارات أيضا أنتوا أحرار باختيار الرقم، أبدي من 2 وزيد 2 4 6 8 10. هسه رح أجي أمثل هاي النقاط بالمضلع التكراري. النقطة الأولى هي 15.5 ويا من ويا 3، 15.5 تقريبا هنا و3 هنا، إذن النقطة رح تكون هاي هي 15.5 ويا من ويا 3. أجي على 25.5، 25.5 تقريبا هنا ويا 4 وهاي 4، إذن النقطة رح تكون نقطة التقائهم رح تكون هاي. عندنا 35.5 ويا 7، هاي 35.5 وهنا 7، ف 35.5 ويا 7 هنا. نجي على النقطة الأخيرة هي 45.5 ويا من ويا 4، هاي 45.5 وهنا 4، هنا النقطة رح تصير. رح أجي أوصل بين هاي النقاط، أمدها منها طبعا تشوفون راح تنزل هيجي. نبين أمامكم بالرسم أنه المضلع التكراري للبيانات اللي أخذناها تزداد حتى توصل وين؟ للنقطة 7 وتبدأ بالانخفاض. إذن نلاحظ من المضلع التكراري أن البيانات تزداد حتى تصل إلى 7 ومن ثم تبدأ بالنقصان. إن شاء الله تكونون استفادتوا من درسنا لهذا اليوم.